بسم الله. نقطة رقم 63، هنتكلم عن تلقي رسائل البريد الإلكتروني، واتكلمنا عنها في النقطة اللي فاتت. استقبلنا رسالة بريد إلكتروني وردينا عليها، لكن التصرف دلوقتي تصرف تاني. أنا هعيد توجيه رسالة البريد الإلكتروني، مش فاهمينها وأنا برضو ما كنتش فاهمها. لكن لو تخيلنا البدالة اللي عندنا في شركة من الشركات، في بدالة بريد كمان، البريد الوارد بيجي لها، عندنا عنوان بريد واحد، البريد الوارد بيجي لها، بتقرأ رسالة بتقول الرسالة دي خاصة بإيه، فبتحولها على المبيعات، بتحولها على المشتريات، بتحولها على الإدارة، بتحولها على الصيانة، على حسب الإدارات. فدي عملية تحويل الرسالة لفلان، او اعادة التوجيه زي ما بيسموها، او فورورد معناها اعادة توجيه، جاي للشركة، استقبال البريد هيستقبلها، يحولها على كذا او كذا او كذا. نعملها ازاي بقى مدام فهمناها؟ ادي الاوتلوك، انا استقبلت بريد اهو، خلاص هبعتها لفلان. ابعتها ازاي؟ من هوم. اوكي، عندي اقدر ارد، واقدر ارد على الكل اذا كان في اكتر من واحد، واقدر اعمل ايه، احولها او احيل الموضوع ده لواحد تاني، تحويل، اعادة توجيه، احالة لغير. اوكي، فادوس على فورورد، خلاص يس. اوكي، دلوقتي بيقول عايز تحولها لمين؟ هحولها لبهيج، معلش اهو، بهيج دوت تي في ات جيميل دوت كوم. خلاص قم واكتب له، قم بالتصرف في الامر كما يقتضي. خلاص وهبعت له احمد بهيج، قبل ما نعمل بعد كده سيجنتشر، بدل ما نقعد نكتب كل ما نيجي نبعت نكتب احمد بهيج، هنعمل بعد كده سيجنتشر او توقيع. خلاص، يبقى اذا وصلتني رسالة، خلاص، وعدت تحويلها lbahig.tv@gmail.com، قول له سند. خلاص، يبقى جاتني رسالة على بهيجة المسن، حولت رسالة على بريد تاني، موظف تاني، إدارة تانية، شخص تاني، وهكذا. خلاص دلوقتي نروح لسند اند ريسيف ونقول له معلش سند بهيج هو، عشان نشوف اللي ايه وصلني. نروح بقى دلوقتي على الانبوكس بتاع بهيج التي في قبل ما يخلص ونشوف. والله جاني جواب فورورد، يعني محول من، او حصل له اعادة توجيه، اف دبليو فورورد. اجي افتحها، ده من فلان، وقال لي قم بالتصرف في الامر كما يقتضي وكتب لي الموضوع. الله، يبقى اذا هنا كان عندنا حاجتين، انا استقبلت بريد اقدر اعمل ريبلاي، يعني ارد عليه، اقدر ارد على كل ما بعت لهم نفس البريد، او اعيد توجيهه لشخص اخر. فهمنا ايه اعادة التوجيه؟ اعادة التوجيه عامل زي استقبال البريد في شركة من الشركات، او حتى استقبال التليفون، انا بتصل بترد عليا عاملة البدالة بقول لها حوليني على المبيعات، نفس الشيء بتستقبل البريد الوارد وبتحوله على المبيعات، ربما له علاقة بالمشتريات تحوله على المشتريات، ربما له علاقة بالإدارة بتحوله على الإدارة، ربما له علاقة بالإدارة والمبيعات فبتحوله على الإدارة وعلى المبيعات مع بعض في 2 وCC كربون كوبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.